بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهر الفرات وجبل الدهب. وكانت ناسا تقف مكتوفة الأيدي أمام جفاف نهر الفرات وظهور علامة من علامات الساعة ونهاية العالم. ده عنوان فيديو ظهر بعد اكتشاف مدينة أسفل نهر بالعراق. عنوان تاني مهم جدا لشخصية مهمة جدا، انحصار الفرات وظهور على علامة جديدة من علامات الساعة. ده عنوان تاني لفيديو تاني عمله الدكتور عبدالله رشدي، وهو من أهم الناس اللي بيتكلموا في هذه المواضيع، مستشهدا باكتشاف هذه المدينة رغم عجز ناسا عن اكتشاف المدينة تحت المياه بأقمارها الصناعية، هكذا قال. أحب الشيخ عبدالله رشدي وأدافع عنه، لكن عندما يجانبه الصواب لابد أن أقول له خد بالك أنت داعية تدافع عن الحق وليس من حقك الخطأ أبدا، بل وجب عليك البحث والتدقيق. وأقول أيضا أنا لست عالما ولا داعيا وليس عندي علم الدكتور عبدالله رشدي، لكني مسلم باحث مدقق. هذا الفيديو الذي قدمه الدكتور عبدالله رشدي يوم 11/6/2022، واللي قال فيه أهو اكتشفوا مدينة أسفل نهر الفرات وناسا عجزت عن اكتشاف هذه المدينة. المعلومة ليست صحيحة، فوجب علينا التنبيه، فلم يكتشف جبل ذهب أسفل الفرات بعد، ولم يكتشفوا مدينة أسفل نهر الفرات. وقبل ما نكمل كشف حقيقة اكتشاف جبل الذهب أسفل نهر الفرات من عدمه، خليني أفكر حضرتك وحضرتك اعملوا لايك وشير للحلقة، وإن لم تكونوا قد شرفتمونا بالاشتراك في القناة فشرفونا بالاشتراك فيها وفعلوا الجرس حتى يصل إليكم ما ننتجه من أجلكم. لحظات ونواصل. الشيخ الشاب عبدالله رشدي، الدكتور عبدالله رشدي الذي يجتهد اجتهادا كبيرا دفاعا عن العقيدة وعن دين الله، اتفق مع كثير مما يطرحه، وحين نختلف وجب علينا الاختلاف بأدب. لقد تحمس رشدي حماسا كبيرا عند اكتشاف مدينة أسفل نهر بالعراق لما انحصر الماء عنها. انحصر في اللغة يعني انكشف، لما حضرتك نقول انحصر الشعر عن الرأس يعني الشعر أصبح أصلعا فانكشف الجلد. المياه بهذا النهر بالعراق انخفض به المنسوب وجف، فظهر أسفل هذه المياه مدينة يرجع عمرها إلى 3400 سنة، وهي مدينة زخايكو، المدينة العريقة التي كانت مركزا هاما لإمبراطورية الميتانايا، والتي جاء ذكرها في النصوص البابلية، وهي المدينة التي شيدها وبناها الميتانيون ووقت حكمهم لهذه المنطقة من 3800 سنة تقريبا. طيب ماذا قال الشيخ عبدالله رشدي وأين الاختلاف في المعلومة؟ لقد بدأ الشيخ رشدي بتقرير عن قناة العبرية أو العربية ما تفرقش، وعقب على هذا الفيديو بهذا التعقيب الحماسي جدا معتمدا على تقرير العبرية. بعد ما سمعنا المقدمة اللي احنا شفناها من شوية دي، تعالوا بقى الموضوع مهم جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أمارات الساعة، واحنا قلنا قبل كده ليها أمارات كتيرة، منها أمارات صغرى وأمارات كبرى. فوجئت بأن هناك أمارة من الأمارات المهمة جدا، هذه الأمارة ألا وهي انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب. أيوة الدكتور الشيخ عبدالله رشدي فوجئ بأمارة من علامات القيامة الصغرى، وهي انحصار المياه في نهر دجلة. الأمارة صحيحة عند ظهورها لأنها ليس من تأويل البشر، ولكنه وحي يوحى لسيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ عبدالله قال إن الانحصار حصل في نهر الفرات، جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح أن من علامات الساعة انحصار المياه في نهر الفرات عن جبل من ذهب وليس في نهر دجلة. فهل انحصرت المياه عن نهر الفرات وهل ظهر جبل الذهب؟ الدكتور عبدالله رشدي زي حالتنا كلنا كمسلمين بنحب ديننا وبنفرح جدا عندما تظهر إحدى العلامات التي تؤكد أن هذا الدين هو الدين الحق في ظل التشكيك، ليس في الدين الإسلامي فقط لكن في كل الأديان. للأسف الشديد الإلحاد
المنتشر الآن والذي يريد أن ينشرونه في العالم بفعل فاعل وبتخطيط إبليس الشيطان الرجيم وأتباعه من الصهاينة ومن الماسون. الشيخ عبد الله رشدي فرح وأعلن دهشته واستغرابه من ظهور هذه العلامة، وهي من العلامات الصغرى كما وصفها بعض العلماء، وهي انحصار الفرات عن جبل من ذهب. استشهد الشيخ الدكتور رشدي بتقرير جاء في قناة العبرية، يقول التقرير أن إحدى البعثات الألمانية التي تعمل في التنقيب عن الآثار في العراق اكتشفت مدينة زخيكو التي بنيت من 3400 سنة، يعني من 1400 سنة تقريبا قبل الميلاد. الكشف صحيح، اكتشاف مدينة زخيكو والانحصار صحيح، فقد انحصر النهر فانكشفت أطراف المدينة التي فوجئ بها علماء البعثة الألمانية. طيب ايه اللي مش صحيح وايه اللي عاوزين ننبه الدكتور عبد الله رشدي ليه وقد وقع به، وجعل المشككون يستخدمون هذا الفيديو تشكيكا في كلام الشيخ عبد الله ثم تشكيكا ايضا في حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم. حضرتك اسمع التقرير الذي استشهد به الشيخ عبد الله واللي وضعه في بداية الفيديو الخاص به على قناتي. اسمع حضرتك للفيديو كده وانت بتسمع قول لنا الغلط فين عشان نديلك 75 قرش. يفقد نهر دجلة مياهه بانحسارات متكررة لتظهر مع آخر المياه مدينة كاملة في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، يعود تقدير بنائها إلى 3400 سنة. حضرتك عرفت الغلط فين عشان تاخد ال 75 قرش؟ لو فاكرين زمان اظن كان اسمه مش عارف ايه كده على الناصية ولا علي زغلول الله يرحمه. كلمات التقرير بتقول يفقد نهر دجلة مياهه بانحساراته المتكررة. التقرير بيقول في اول كلماته نهر دجلة وليس نهر الفرات. هذا هو التقرير الذي استشهد به الشيخ الدكتور رشدي وبنى دفاعه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الخبر، وأيضا واجه وجابها هؤلاء الذين يدعون بأن ناسا لم ترى. هو هاجم هؤلاء وهاجم ناسا وقال أن ناسا لم تكتشف هذا الجبل من الذهب. هل الشيخ عبد الله رشدي فقط الذي اعتمد على هذا الخبر وهذا التقرير الذي جاء في أكثر من قناة بانحصار المياه عن نهر دجلة؟ لا، بل تحدث كثير، ومنهم الشيخ الدكتور سلام عبد القوي صديقي العزيز الحبيب، اتكلم عن انحصار المياه عن نهر الفرات أيضا وعن نفس التقرير. في صور وفيديوهات منتشرة عن جفاف نهر الفرات وانحصار الماء عنه، والبعض يتساءل هل هذه علامة من علامات الساعة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبي يا شيخ سلامة، الخبر والانحصار صحيح لكن ليس عن نهر الفرات، تم بالفعل ولكن عن نهر دجلة. النهران مختلفان اختلافا تاما جغرافيا، ولكنهما يجتمعان في مصب واحد الذي انحصر عنه الماء كما قلنا هو نهر دجلة وليس نهر الفرات. إذن هذا لا ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويبدو أنهما تناول الموضوع بسرعة بدون تدقيق كافي، ولعل هذا التسرع أيضا بني على حبهما لرسول الله وتصديقا بأحاديثه صلى الله عليه وسلم. كلنا نحب سيد الرسول وكلنا نصدق كل ما جاء به سيد الرسول، فهل سينحسر الماء عن نهر الفرات ويظهر أسفله جبل من الذهب؟ الحديث يقول هكذا، نعم ونحن نصدق ما جاء في الحديث، ولكن لماذا الاستعجال على قيام الساعة؟ ما السبوع تيجي في وقتها. اعتقادي الشخصي المتواضع جدا أن نهاية العالم ما زال بعيد جدا، ليس الآن. إذا لم تظهر أي علامة من علامات الساعة الكبرى فتكون النهاية بعيدة. انحصار المياه عن نهر الفرات حينما يحدث تكون إحدى العلامات، نعم، ولكنها لن تكون العلامة الكبرى أو من العلامات الكبرى، ولكنها تظهر مع علامة كبرى وهي نزول المسيح عليه السلام مع خروج يأجوج ومأجوج، وهما من علامات الساعة الكبرى. أما انحصار المياه عن نهر الفرات فهو من العلامات الصغرى كما قلنا التي تحدث بالفعل مع ظهور العلامات الكبرى. الشيخان المحترمان قال انحصار المياه عن نهر الفرات، والانحصار حدث
زي ما قلنا مع نهر دجلة، الفرق بين النهرين كبير وكبير جدا. زي ما انتوا شايفين النهاردة في سنة 2022 الأخبار والفيديو اللي أنا جبته في أول المقدمة من قناة العربية بيقولوا إن المستوى بتاع نهر الفرات بدأ يقل جدا 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 بسبب بعض السدود اللي أقيمت عليه هنا وهنا. حبيبي يا شيخ عبد الله يا رشدي، هذا الشاب الجميل الذي أحبه والله، أؤكد هنا مرة أخرى أن انحصار الماء ظهر وظهر أسفل منه مدينة كاملة مطمورة تحت الماء وغارقة في نهر دجلة وليس في الفرات. واسمحوا لي أؤكد هنا أني أبدا لا أشكك ولا أضرب في الشيخ رشدي، حاشا لله، الشاب الجميل الذي ينافع عن الدين والسنة بما أتاه الله من علم، ولم يأتني هذا العلم ربي، ولكن لا خير فينا إن لم نرد بعضنا بعض عن الأخطاء. الذي حدث هو انخفاض منسوب المياه عن نهر دجلة في شمال العراق في محافظة دهوك، وهي محافظة عراقية كردية في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي بعد سقوط صدام. عاصمة هذا الإقليم محافظة دهوك، وهي قريبة من معبر إبراهيم خليل الحدودي مع محافظة شرناق التركية. ليه بنقول ده؟ خد بال حضرتك عشان تعرف أنا أقصد إيه. بتحدها محافظة الحسكة السورية من الغرب. يبقى احنا بنتكلم هنا عن شمال العراق وليس عن جنوبه. المسافة بين شمال العراق ونهر الفرات في الجنوب في البصرة هي 1007 كيلو متر. طيب يعني معنى كده ان الفرات ما بيجيش من الشمال؟ لا، بيجي برضو من الشمال. يعني ايه؟ ما هو ما فيش فرق بين دجلة والفرات. لا، هو فيه يا حبيب والديك فرق بين دجلة والفرات، وفرق رهيب جدا. شوف معايا حضرتك كده منبع دجلة منين، ومنبع الفرات ايضا منين، ومسارهم بيمشوا ازاي، والمصب بتاعهم رايح فين، ومتى يلتقيان دجلة والفرات، حتى نعرف فقط ان الخبر الذي بنيت عليه هذه الضجة الكبيرة ليس صحيحا. دجلة الذي انحصر به الماء وظهر أسفله مدينة زخيكو الأثرية التاريخية اللي زي ما قلنا بيرجع تاريخها 3400 سنة، إنما تقع هذه المدينة المكتشفة تحت خزان مياه الموصل على نهر دجلة في الشمال. والذين اكتشفوا هذا الاكتشاف ليس الأمريكان ولا ناسا، ولكن الألمان هم الذين اكتشفوه ومعهم الأكراد الذين شاهدوا هذه المدينة عند انحصار المياه. ناسا لم يكن لها أي دخل، بل إنها لم تعرف أصلا بوجود هذه المدينة ولا تعرف حتى مكان جبل الذهب الذي أسفل الفرات. فأنا عايز بس أقول لكم مش كل حاجة نقعد نعلقها على ناسا، يعني ناسا مش معصومة، وناسا مش بتمتلك العلم والمعرفة الكلية على فكرة. ناسا ممكن تكون عارفة حاجة وحاجات تانية كتير تغيب عنها، فأنت ما تجيش تقولي عشان حاجة ناسا ما قالتش عليها تبقى مش موجودة. الناس بتوع ان يا اجوج وماجوج ما نعرفش مكانهم فين، وناسا ما شفتهمش، يبقى ما فيش يا اجوج وماجوج. نعم، صدق الشيخ عبد الله رشدي حفظه الله، ناسا ليست هي مصدر الوحي ولا الالهام ولا المعرفه بالكون. هناك رب للكون سبحانه هو الاعلى والاعلم، وهناك رسول امن به وبصدقه ورسالته واحاديثه كل المؤمنون، وانا من هؤلاء باذن الله. ما دام الرسول الكريم قال أن هناك 10 علامات كبرى لقيام الساعة، يبقى في 10 علامات، ويبقى القيامة مش بكرة ولا حاجة. الدجال ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وظهور دابة تكلم الناس والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخسف آخر بالمشرق وخسف آخر بالمغرب. نحن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حين نبني دعوتنا على خبر ليس صحيح فهذا إنما يضرب في دعوتنا نفسها، ونعطي للمشكك أداة القصف والتشكيك فيما نقول، ونهز إيمان من يؤمن بدعاتنا الطيبين أمثال رشدي وعبد القوي. الجفاف يضرب الأهوار، نعم، وموجة الجفاف القاسية هذه تعصف بالعراق الحبيب، صاحب يعني أولى الحضارات الإنسانية وأول من كتبوا الكتابة التاريخية المسمارية. هل هذه علامة من علامات الساعة؟ اعتقادي أن الوقت ما زال مبكرا جدا على علامات الساعة الكبرى أو على نهاية الدنيا، لكن علينا أن نعرف مسار النهرين وأين يلتقيان حتى تتأكد حضرتك أن هدفي هو المعرفة وليس خلق خلاف مع
الدعاة المحترمين الذين يقومون بما لا أستطيع أن أقوم به ويملكون ما لا أملكه. ينبع نهر دجلة الذي انحصر به الماء من بحيرة هزار الموجودة في جبال طوروس والتي تقع شرق تركيا. خد بال حضرتك، هذه البحيرة التي هي منبع نهر دجلة تبعد حوالي 80 كيلو عن منشأ نهر الفرات الذي أيضا ينبع من شرق تركيا. يبقى الاثنين بينبعوا من شرق تركيا، واحد بيمشي في اتجاه والتاني بيمشي في اتجاه الآخر. نهر دجلة بيجري في الأراضي التركية حوالي 400 كيلو متر ليصل إلى سوريا، ويمر بالأراضي السورية 43 كيلو متر ثم يدخل إلى الأراضي العراقية من جهة الشمال. ربنا يحفظ بلاد المسلمين. هذا النهر طوله 1145 ميل. نحن نتحدث عن نهر دجلة أيها السادة وليس الفرات. أما نهر الفرات الذي تحدث عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فهو ينبع من بين البحر الأسود وبحيرة فان في المرتفعات التركية الموجودة في الأناضول، يدخل إلى المناطق السورية في كاراكاميس. وهذا النهر الفرات له أكثر من اتحاد مع أنهر أخرى زي نهر البيخ والخابور ثم كاراسو، وهي أنهار تغذي هذا النهر. طوله حوالي 3000 كيلو متر، في سوريا فقط 710 متر، وفي العراق 1060 متر. النهرين ليهم مسارين مختلفين تماما لكنهم بيلتقيان في الجنوب في محافظة البصرة عند حدود العراق، حدود العراق الكويت والعراق إيران. أيضا في منطقة هذه في البصرة بيحصل منطقة حدودية بين البلد بين الثلاث بلدان هذه. البصرة بالمناسبة هي المدينة التي بناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأمر ببنائها الجيش الذي أرسله لفتح بلاد فارس. النهرين بيشكلوا شط العرب، موجود دلوقتي حضرتك طبعا بتسمعوا عن شط العرب، هو ده المصب، الاثنين بيلتقوا فيشكلوا شط العرب عند التقائهما. خلاصة ما أردت إيصاله لحضراتكم من هذا الإيضاح الجغرافي لمنبع ومصب نهري دجلة والفرات أنهما نهران وليس نهرا واحدا، وأن الكشف الأثري وانحصار المياه وظهور المدينة الأثرية في نهر دجلة وليس في نهر الفرات، إذن هذا يخالف الحديث تماما. لذا وجب التنبيه والتنويه. هل سينحصر المياه عن نهر الفرات؟ طبعا وطبرية طبعا. الإجابة المؤكدة أن هذه ستكون العلامات القريبة من العلامات الكبرى، وسيكون في آخر الزمان وليس الآن. وحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم واضح كما ذكر الشيخ الفاضل الدكتور عبد الله رشدي، بيقول لك لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب فيختتل الناس عليه فينجو من كل 199، فكل واحد بيقول لك يمكن أكون الناجي. أهو سيدنا النبي قال الكلام ده، يعني أخبرنا من زمان إن نهر الفرات هينحسر. طب كان عارف منين هو الموضوع ده؟ كان مين قال له عليه؟ وهو انحسر النهر النهاردة وهم اكتشفوا تحتيه مدينة، والله أعلم لسه يكتشفوا إيه تاني. والله أعلم المدينة اللي عمرها 3400 سنة دي هيكتشفوا جواها إيه. حبيبي يا شيخ عبد الله رشدي، بحبك وبحب حماسك وغيرتك على دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الذي انحسر عنه المياه هو دجلة وليس الفرات. وإلى أن ينحسر المياه أو تنحسر المياه عن الفرات وظهور جبل الذهب، أظن أنا والشيخ عبد الله رشدي والشيخ سلامة عبد القوي ربنا يبارك في أعمارهم هنكون كلنا في معية الله سبحانه وتعالى في عالم الغيب ولسنا على وجه هذه الأرض. وقبل ما أقول لحضرتك، هذا ماجد عبد الله يحبكم ويحييكم. خليني أفكر حضرتك وحضرتك، اعملوا لايك واعملوا شير وشاركوا في هذه القناة إن لم تكونوا قد شاركتم بها، بالفعل شرفونا بالاشتراك وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما ننتجه جديدا من أجلكم. خدت بالك بقى دكتور محمد ما بقولش اخبط لايك واخبط شير واخبط اشتراك عشان ما تزعلش مني. وسلام.